إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا في الجزء الأول كنا تكلمنا على ثقافة التبرع بالدم، وقلنا أنه ما كاش واحد ما يحتاج تبرع بالدم، وقلنا أنه قد ما نتبرعوا عمرنا ما نقولوا بأنه اكتفينا ولحقنا الاكتفاء الذاتي، لأنه تبرع بالدم ما هوش قضية مع عملية جراحية، ولا كاين مرضى عايشين بالدم، معنا لازم يوميا يكون عنده دم. وكانت معنا طبيبة اللي تكلمت قالت بأنه صاشي تاع الدم ينقذ ثلث أنواع تاع المرضى يعني. وفي هذا الجزء هذا حين تكلموا كذلك على مخرجات مجلس الوزراء يوم أمس، رئيس الجمهورية عادي للكوارث الطبيعية، وقال يعني كان أمر الولاد، قال بأنه ينبغي على الولاد أن يحينوا قوائم الإمكانات الوطنية لمواجهة هذه الكوارث، وقال على يعني المسؤولين الولاد ومسؤولين واحد المحليين أن يعدوا مخططات دقيقة لمواجهة هذه الكوارث. خليني نذكر المشاهد الكريم أنه قبل أيام يعني كانت وقعت فيضانات في قليعة يعني، وخليني نذكر المشاهد الكريم كذلك أنه السنة الماضية عرفنا بعض الحرائق هكذا في مناطق مختلفة. وخليني كذلك أخبر المشاهد الكريم أنه كندا الآن تحترق حرائق رهيبة جدا، ونحن مقبلون على الصيف، ينبغي الأمة يعني اللي أو البلد أو الدولة ينبغي أن يعني تكون عنده تحذيرات استباقية يعني لهذه التحولات اللي راهي تعرفها الكرة الأرضية جراء التحولات الطبيعية هذه اللي يعني الشانجمون كليماتيك. إذن ضيفي في هذه الأمسية هو الأستاذ سوالمية نور الدين، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء. سي نور الدين مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. شكرا سي محمد على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم، وإحنا يعني في اليوم يعني نشكركم على هذا الاستضافة، ومرة أخرى يعطيك الصحة وبارك الله فيك. الله يسلمك. طيب الآن سوالمية يعني يوم أمس رئيس الجمهورية يعاود يولي لمسألة الكوارث الطبيعية هذه، ويقول ينبغي أنه القوائم اللي عند قوائم الإمكانات اللي عندنا تحين كل 6 أشهر. الجزائر اتخذت إجراءات في شراء طائرات إخماد الحرائق، الجزائر اتخذت إجراءات كثيرة. برأيك هل هذا التحولات المناخية والتغيرات المناخية هي اللي فرضت على علينا كجزائريين، واللي خلات رئيس الجمهورية يأمر بهذه الأوامر هذه ويأمر الولات، أم أنه هناك أمور أخرى خلات رئيس الجمهورية يأمر الولات باتخاذ التدابير هذه؟ بالفعل سي محمد، يعني في نرجو شوية للوراء، أنه في تم يعني تنظيم لقاء دولي يوم 20-21 مايو الفارط بمناسبة هذا الملتقى، بمناسبة ذكرى زلزال بومرداس، واللي كان يعني تحت عنوان حكماء واستشراف، ويعني حضر الوزير الأول في هذا اللقاء. ومن بين المخرجات يعني هذه تاع هذاك اللقاء اللي دام يومين، أنه من بين المخرجات أنه يجب على الدول الجزائرية أن تحين وتبادر ب أخذ إجراءات ومبادرات للحد من هذه الكوارث. 21 ماي بمناسبة ذكرى زلزال بومرداس 2003. 2003 بالفعل. 2003. 2003. نعم. دونك 2000 الذكرى يعني الذكرى الأليمة يعني من بعد 20 سنة من مرور زلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس. من بين المخرجات يعني تفضل بها الوزير الأول أنه يجب أخذ كل التدابير لازمة للحد من هذه الكوارث الطبيعية، ومن بينها الزلازل والحرائق والفيضانات. بعد ذلك يعني تقريب بمدة قصيرة شهدت البلاد يعني عدة فيضانات على المستوى الوطني، ومن بينها كذلك ولاية بومرداس التي يعني شهدت تقريب يعني أضرار كبيرة في البنية التحتية يعني من مدارس وطرقات والأخر. نعم. دونك كذلك في معظم المدن الجزائرية
دونك رئيس الجمهورية يعني في اللقاء تاعو تاع البارحة ذكر الولاة بأنه يجب أخذ كل الإجراءات الضرورية والعاجلة للحد من مواجهة الأخطار المحتملة، من بينها الحرائق اللي احنا مقبلين على يعني صيف حار، ممكن مقبلين ثاني على فيضانات اللي حسب الأحوال الجوية أنها ما زالت يعني تكون فيضانات أخرى. وبالتالي يجب على الولاة أنهم إعادة النظر في البلان أورساك، يعني البلان أورساك اللي موجودين مي هم موجودين موجودين يعني في أرض الواقع، ولكن غير محيلين يعني، لأنه يجب تفعيل هذه وهذا اسمح لي أستاذ، عملية التحيين هذه الآن أصبحت هل برأيك أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى؟ يعني يجب تحيينها فعلا، لأنه المخاطر لا تنتظر، يعني المخاطر لما يجي خطر تحريق ولا يجب أخذ كل الوسائل، يجب توفير كل الوسائل اللازمة، الإمكانيات المادية، الإمكانيات البشرية، الإمكانيات التقنية، يعني باش كما قلوا في فصل هاد ليزيفالمون، يعني باش ما بقاوش يعني لما تحدث الكارثة ونبداو نخمو كيفاه يعني نواجه هذيك الكارثة، يعني الكارثة تكون استباقية. طيب سي أستاذ سولمية، الآن